العنصر. هلا أنا عندي ذرة الصوديوم، كيف أنا بدي أعرف تكافؤها الكيميائي؟ أنا عرفت ذرة العنصر معلومتين كتير مهمات عنها، هي فيها 11 إلكترون، وهي عرفت من قاعدة الثمانية إنه هي تميل لأنه طبقتها الخارجية تحوي على 8 إلكترونات. فهلا رح نشوف كيف أنا لازم أعرف تكافؤ ذرة الصوديوم. ذرة الصوديوم اللي هي هيك شكلها، إلكترونين في الطبقة الأولى وأيضا 8 إلكترونات في الطبقة الثانية، إلكترون إلكترونين بالطبقة الأولى، وعندي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 إلكترونات في الطبقة الثانية، وعندي إلكترون في الطبقة الثالثة. هلأ نحن قلنا إنه الغلاف التكافؤي أو الطبقة الأخيرة بالإلكترون بالذرة هي اللي بتهمني كتير، هي اللي كتير بتهمني لحتى أعرف شو يعني التكافؤ. نحن كل هالمقدمة وكل هالدروس اللي أخذناها منشان نفهم منين إجت كلمة تكافؤ، شو يعني تكافؤ عنصر، ليش هذا العنصر تكافؤ 2 و3 و1، وهذا العنصر تكافؤ -2، وهذا العنصر تكافؤ +2، ليش؟ نحن هذا الشيء هلأ رح نعرفه، فانتبهوا مشان نعرفه، نعرف مشان تعرفوا شو معنى التكافؤ. هلا نحن عندنا معلومتين مهمات عن عنصر الصوديوم، برجع بعيدهم، هي انه الصوديوم فيه 11 الكترون، وانا لما رسمته طلع عندي بطبقته الخارجيه الكترون واحد، وايضا انا عندي معلومه هي قاعده الثمانيه انه كل ذره تميل بتحب انه طبقتها الخارجيه او غلافها التكافؤي تميل لان يحوي على 8 الكترونات. هلا يا طلاب، ذرة الصوديوم في طبقة الخارجية عندها إلكترون واحد، فذرة الصوديوم عندها خيارين. الخيار الأول إنه هي بدها حدا يعيرها 7 إلكترونات تحطهم في الطبقة الخارجية، وهي عندك إلكترون أساساً مشان يصيروا 8. أو الخيار الثاني إنه هي تخلص من هالإلكترون تعطيه لشي حدا، فبيبقى عندها الطبقة الخارجية فيها 8 إلكترونات بس. نحن المعلومة المهمة اللي لازم ما ننساها إنه النواة فيها بروتونات موجبة، يعني أنا عندي هون 9 إلكترونات، عفوا 11 إلكترون سالب، وعندي بالنواة 11 بروتون موجب. هي لازم كمان أنتبه عليها لحتى تكون الذرة متعادلة. فأنا إذا هي مالت أو حبت ذرة الصوديوم إنه تعطي إلكترونة لحدا، هي رح يصير عندها البروتونات أكثر، لأنه رح يبقى عندها 10 إلكترونات سالبة و 11 بروتون موجب. خلونا نشوف كيف. هلأ عندي أنا ذرة الصوديوم عندها كم بروتون موجب؟ عندها 11 بروتون موجب، وعندها كم إلكترون؟ عندها 11 إلكترون سالب كمان. هلأ هاي هي ذرة الصوديوم. فذرة الصوديوم قلنا انه انا عم عيد كثير مشان تركزوا هاي الفكره، بس ركزت خلص كل شيء بيكون سهل بعدين. قلنا انه ذرة الصوديوم هي في عندها الكترون تكافؤي، الالكترون التكافؤي هو الالكترونات الموجوده بالطبقه الاخيره او الطبقه الخارجيه. هي عندها كم الكترون بالطبقه الخارجيه؟ واحد. فهي لحتى تعمل الطبقة الخارجية يا بنتي هي طبقة الإلكترونات الخارجية، هي آخر طبقة بالإلكترونات الموجودة في الذرة، هي الطبقة الخارجية. هي هي الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية هي الطبقة، هي آخر طبقة، آخر مدار فيه إلكترونات. أيوه، هلأ عندي أنا إلكترون بهي الطبقة الخارجية، فهي عندها خيارين، يا بتاخذ 7 إلكترونات يا إما بتتخلص من هذا الإلكترون، فهي إجباري رح تميل إنه تتخلص منه، تخسره. فلح نشوف شو رح يصير فيها. ذرة الصوديوم فيها البروتون 11 بروتون موجب، وفيها كم إلكترون؟ فيها 11 إلكترون سالب. فهي بالنتيجة أنا عندي هون بس إشارة موجب وسالب التعديل ما ظبطه. أنا هي الذرة الطبيعية اللي ما فقدت أي إلكترون، فيها 11 موجب و11 سالب، يعني مثل إذا قلت بالرياضيات زائد 11 ناقص 11 أو 11 ناقص 11 صفر، فهي صفر، يعني متعادلة كهربائياً. معتدلة كهربائياً. هلا نحن بنشوف كمان
صفر معتدلة كهربائيا. نحن بنشوف انه هي اذا صارت هي الذرة فقدت هذا الالكترون، شو راح يصير فيها هي الذرة؟ شو راح يصير فيها؟ راح نشوف نحن شو راح يصير فيها. فهي عندها 11 بروتون موجب، وهي كان عندها 11 الكترون، بس راحت هذا الالكترون وزعته على الجيران، ما بقى بدها اياه خلص. هو هذا الالكترون لانه هو لحاله بالطبقه الخارجيه عم يزعجها، فهي راح تعطيه لحدا، فهي ما راح يبقى عندها بالطبقه الخارجيه 8 الكترونات من الالكترونات الاصليه، وهي الالكترون هذا الزياده خلص خسرته، فهي رح يبقى عندها، كان عندها هي بروتونات اساسا ما رح تتغير، هي 11 بروتون بس كان صار عندها 10 الكترونات بس. 11 ناقص 10 يساوي زائد 1. زائد 1 هذا هو تكافؤ ذرة الصوديوم، يعني ذرة الصوديوم تميل لان تخسر الكترون، هذا الالكترون مو اشارته سالبه، هي خسرت شيء سالب، هي هذا السالب شالته وعطته لحدا، فهي رح تصير إشارتها موجبة لأنه هي خسرت الشيء السالب. مفهوم يا طلاب؟ واضح؟ فهي رح تصير شحنتها موجبة. ليش؟ لأنه هي خسرت الكترون سالب، فصار عندها الموجب أكثر من السالب بواحد، فصارت شحنتها موجبة، وهذا هو تكافؤ ذرة الصوديوم. هلأ خلونا نشوف تكافؤ ذرة الأكسجين اللي قبل شوي نحن أخذنا توزيع الإلكترونات اللي فيها. نحن قلنا ذرة الأكسجين فيها 8 إلكترونات، طبعا عدد الإلكترونات نفسه عدد البروتونات 8، كمان قلنا بالطبقة الأولى عندها إلكترونين، بالطبقة الثانية 6. كيف رسمتها؟ بنرسمها، عندها أول طبقة الكترونين إجباري، رح يكون عندها أول طبقة الكترونين، وهي أساساً 8 الكترونات كل اللي عندها. أنا إذا حطيت على إيدي 8 شلت 2 بيبقى عندي 6، بوزع 6 الكترونات على الطبقة الخارجية، فهي عندها بطبقة الخارجية، يعني الطبقة الخارجية هي المدار الأخير في الذرة، كل ذرة عندها مدار أخير، ذرة عندها مثلا المدار الثاني هو الأخير، الذرة الثالث وهكذا، مدار الأخير فيها 6 إلكترونات. أنا عندي قاعدة الثمانية شو بتقول؟ قاعدة الثمانية بتقول إنه هي الذرة بتميل إنه يكون عندها برة بالطبقة الخارجية أو المدار الأخير 8 الكترونات، هي عندها بالطبقة الخارجية 6 الكترونات، هي أساساً عندها 6، فكم واحد لسه بالدم؟ عندها 1 2 3 4 5 6، هي بتحب يكون عندها 8 الكترونات، فهي عندها خيار إنه تستعير من حدا الكترونين تحطهم هون بالطبقة الخارجية لحتى تستقر الذرة. نرجع من عيد، معناتها إنه ذرة الأكسجين فيها 8 بروتونات و 8 الكترونات، الإلكترونات توزعوا بهي الطريقة، هي 8 الكترونات، 2 منهم بالطبقة الأولى و 6 منهم بالطبقة الثانية. قاعدة الثمانية بتقول إنه كل ذرة تميل إنه تجعل الكترونات التكافؤية أو الكتروناتها في المدار الأخير أو الكتروناتها في الطبقة الأخيرة، اللي هو أنه يكونوا 8، أنه يكون عندها 8 لحتى تستقر الذرة. هي ذرة الأكسجين عندها بالطبقة الأخيرة 6 الكترونات، فهي عندها 6 بروتونات وعندها 8 بروتونات وعندها 8 الكترونات، فعندي زائد 8 وناقص 8 صفر، فهي هون معتدلة كهربائيا. هلأ لما هي بتحاول انه تحط بطبقتها الأخيرة الكترونين إضافيات، فهي عندها أساسا 6 الكترونات بالطبقة الأخيرة، فهي بدها 2 ثانيات، أخذت 2 هون، أخذت الكترونين بطريقة معينة، فهي كان عندها، هي اساسا عندها 8 بروتونات، هذا العدد طبعا ما بيتغير، وصار عندها بالمقابل كم الكترون؟ مين بيكتب لي على الشات كم اذا اخذت هي الكترونات زياده، كم الكترون صار عندها؟ مو بس بالطبقه الاخيره، بكلها. ايه البروتونات يا عمرو بيكونوا داخل النواه، هذا الدرس مو بالكتاب مراجعه، بس بنرجع بنعيد انه أحسنتم 10، يعني هي أساساً عندها 8 الكترونات، وهي راحت استعارت الكترونين من حدا، فصار عندها بالطبقة الأخيرة، مو بالطبقة الأخيرة عفواً، بكل الطبقات عندها 10، مجموع الكترونات 10 كلهم، لأنه هي عندها 2 أساساً، وعندها 8 أساساً، وأخذت 2 فصاروا 10، فهي عندها 8 بروتونات و10 الكترونات.
كيف يعني أنا عندي ناقص 10 زائد 8؟ بالرياضيات كيف بجمعهم؟ باخذ إشارة الرقم الأكبر وبطرح، لأن هن مختلفين بالإشارة. أنا عندي 10 و8 ومختلفين بالإشارة، العشرة أكبر من 8، إشارة ناقص، باخذ ناقص وبطرحهم. 10 ناقص 8 2، ناقص 2. تكافؤ الأكسجين ناقص 2، تكافؤ الأكسجين ناقص 2. منين إجا هذا الناقص 2؟ إنه أنا فهمت إنه كيف توزعوا الكترونات الأكسجين. عندها هي أساساً بطبقتها الخارجية 6 الكترونات، وحسب قاعدة الثمانية هي بدها إياهم يصيروا 8، فهي أخذت الكترونين من ذرة تانية والالكترونين إشارتهم سالبة، فهي أخذت 2 سالب من عند ذرة تانية، فصار تكافؤ ناقص 2. التكافؤ الكيميائي لعنصر في المركبات الأيونية، يعني المركب الأيوني هو المركب الشاردي. شو يعني المركب الأيوني؟ هو المركب اللي فقد الكترون أو اكتسب الكترون. التكافؤ الكيميائي هو عدد الإلكترونات التي تكتسبها أو تفقدها ذرة هذا العنصر عند ارتباطها بعنصر آخر. هلا نحن اخذنا انه تعريف الذره والبنيه الذريه وهي القصص، بس انا نحن كمان هلا رح ناخذ لمحه عن الجدول الدوري للالكترونات. تتذكروا الدرس الماضي نحن فتحنا موقع، هذا الموقع كان فيه انه بيلد اند اتوم، يعني كيف انا اصنع ذره. هذا هو نحن أخذنا، هي مثل لعبة بس لحتى نركز الفكرة أكثر، إنه نحن أخذنا هي مثلا ذرة الهيدروجين هي فيها الكترون واحد وبروتون واحد ونترون، النترون هو ما له شحنة. هي ذرة الهيدروجين مثلا أنا إذا جيت أضفت لها الكترون، يعني هون عم بيقولوا لنا نيوترال آتوم، يعني هي ذرة ما هي مشحونة، لأنه هي أساساً فيها الكترون واحد وأساساً فيها يعني هي بروتون هذا الواحد. إذا أنا رحت جبت أضفت لها الكترون، فهي هون رح تصير أيون أو يعني شاردة سالبة. ليش سالبة؟ لأنه هي صار عندها الكترون زيادة. طب أنا نقصت الكترون وشلت الكترون الأساسي اللي فيها، فهي صارت أيون موجبة. ليش موجبة؟ لأنه هي خسرت شيء سالب، فصار الموجب أكثر من السالب. هلا انا اذا جيت مثلت بذره الاكسجين اللي فيها 8 الكترونات، فانا لازم اول شيء احط 8. انتوا اذا انتبهتوا هون هذا الجدول الدوري، كل ما غيرت عدد البروتونات عم يتغير، عم يعطيني انه اسم عنصر ثاني. اذا انتبهتوا هلا انا حطيت هون 6 الكترونات، 6 بروتونات عفوا، فهو اعطاني هذا عنصر الكربون. اذا حطيت 7 بيعطيني عنصر النيتروجين، اذا حطيت 8 اعطاني عنصر الاكسجين. عنصر الاكسجين اللي هو انا حطيت هون 8 بروتونات، ولازم احط 8 الكترونات. كيف تتوزع الكترونين في الطبقه الاولى؟ 8 الكترونات عفوا 6 الكترونات في الطبقه الثانيه، هذا الاكسجين العادي. هلا بتم بيعطيني هون انه هو شارده لحتى احط الست الكترونات في الطبقه الاخيره. لما حطيتهم اعطاني انه هذا نيوترال اتوم، يعني هو خلص ذره ما له شحنه. نحن قلنا انه هذا الاكسجين هو بيحتاج الكترونين زياده لحتى طبقته الخارجيه تحوي على 8 الكترونات. فانا اذا حطيت ضفت له الكترونين فهو راح يعطيني أيون، يعني إنه هو شاردي صار. نت شارج هو أنا أعطاني هون ناقص 2. ليش؟ لأنه أنا زدت عليه الكترونين، زدت عليه 2 شحنة سالبة، وهكذا. إذا انتبهتوا يا طلاب إنه أنا بكل حركة، لما أساساً البروتونات كنت عم غير عددها كان عم يتغير معي اسم العنصر. خلونا نشوف، نرجع للأول. شوفوا أنا لما بسحب من الطبقة الأولى، لا الالكترون الموجود بالطبقة الأبلة بيرجع لعندها، لأنه إجباري لازم الطبقة الأولى تتغير. طيب بنرجع بنشوف هاي اللعبة، أنا نزلت البروتونات، كل ما نقصت بروتون أنا عم يتغير عندي العنصر. يعني هون أنا عندي 6 بروتونات،
هذا عنصر الكربون اللي فيه هو ست بروتونات وست الكترونات. طب بشيل بروتون منه بيطلع عندي البروم. البرون عفوا هو فيه خمس بروتونات ولازم احط له خمس الكترونات. طبعا انا بس لاعطيكم فكره انه لما انا شلت هذا الالكترون هذا البيريليوم فيه أربع بروتونات وأربع الكترونات، الليثيوم فيه ثلاث الكترونات وثلاث بروتونات، الهيليوم فيه الكترونين وبروتونين. يعني كل الذرات في كل الكرة الأرضية في كل العالم تختلف عن بعضها بعدد الالكترونات والبروتونات اللي بتحويه.